عارفه ايه؟ خش برجلك اليمين. دخلت باليمين. انت باليمين وانا باليمين. العروسه جت. اوعى كده انا زعلانه. عارض والله اللي حصل ده عارض يا ليلى عارض. يوه مش قصدي، بتحصل عادي مش حكايه يعني. انا كان قصدي حاجه تانيه. اموري بصراحه كده انا كنت عايزه اغير اوضه النوم، وبعدين انا ما بحبش الشرك. شرك؟ اه زمان قالك ايه الشرك كفر، وبصراحه كده القعده مع ثلاث نسوان في بيت واحد ده كفر بذات نفسه. انا عايزه بيت لوحدي. من عينيا. ما انت من دلوقتي لازم تحطني على السكه. عينك هعمل بيها ايه يا اخويا؟ عينك في راسك تشوف طريقك وتمشي فيه، وانا كمان عايزه اشوف طريقي واعرف اخي. حاضر. حضر لك الخير يا نور عيني. اي رجلي. الف سلامه على رجلك، ان شاء الله يا رب قلبي يتعمل له قلب مفتوح. شيلني يا جبرتي، مش قادره اطلع السلم. اشيلك، دول 15 سلم. يا اختي شالك عزرائيل يا شيخ. سمعت يا اللي تتشكي في قلبك ولسانك، عزرائيل يشيلك انت واللي جابك. شيلني. اتسندي عليا، اتسندي عليا. اي بروح على رجلي. مستعجل على ايه؟ اي رجلي. الف سلامه. اسنني كويس على مهلك. يا ساتر يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا يا جبورتي افتح لي الباب. جبورتي تعال خدني، رجلي مش قادرة. ألف سلامة. تعالي. أنا الحمد لله. الليله دي هتبقى قشطه قوي. عن اذنك. على فين؟ هجيب حاجه في 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 حاجه سرقه كده. لا مش هينفع، تعالى هنا. النسوان اللي بره دول ما هيصدقوا انك تخرج، ولسانهم هيبري من كتر اللت والعجل. عندك حق. انت مش هتخرج من هنا غير بكره الصبح. خلاص هتصل ببذره ويخليه يجيب لي الحاجه اللي انا عايزها. يعني هو بذره لما يجي الافاعي اللي بره دول هيسيبوه يدخل كده عادي؟ هيمسكوه ويقرروه ويعرفوا هو جاي ليه ومعاه ايه؟ يا ليلى انا مش عايز الليله دي تعدي كده. طب ومين قال بس انها هتعدي كده؟ عارف يا جبورتي انا كان على بالي كده اننا كان لازم نقعد شويه نتعرف على بعض نفهم بعض. مش بيقولوا يا اخويا ان الخطوبه بتعمل ذكريات حلوه؟ هو احنا هنتخطب تاني يعني؟ يعني كلمني عن نفسك يا اخويا، قولي بتحب ايه، نفسك في ايه، بتفكر في ايه. طب ليه بقى لولا اللي دونا عن النسوان كلها اللي جبتها بيتك واتجوزتها وهتعمل لها اللي هي عايزاه؟ رب كل حق. قول. دخلت في راسي من ساعه ما شفتك، مش عايزه تطلعي من راسي، زي ما يكون عدم المؤاخذه عامله لي عمل. طب ما هو ده اللي حصل. انت عامله لي عمل؟ وهو انت كنت فاكر ان انا هسيبك كده تفلت من ايدي؟ ده انت سيد المعلمين، ده انت جبريل على سن ورمح، ده انت المعلم اللي محدش يقدر يرفع عينه فيك. وانا الصراحه طول عمري بحلم اتجوز راجل الكبير كده قبل الصغير يشوفه يهر على نفسه. كفايه اني جنبك يا اخويا، اي حاجه تانيه ملهاش عندي قيمه. مالك؟ عاوز بذره. انا عاوز بذره. هاتولي بذره.